يقول هذا بشير فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر القياس من مصادر التشريع وما أمثلة ذلك بارك الله فيكم؟ نعم، القياس من أدلة التشريع، من أصول الأدلة، وإن كان مختلفا فيه فالجمهور على أنه من أصول الأدلة، وذلك بأن يقاس الفرع على الأصل إذا اشترك في العلة، يقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما في الحكم، هو القياس. نعم.